إن يثقفوكم أي يجدوكم في أي مكان يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. عايزين ما يقووش جانب المؤمنين، عايزين يقوج إيه جانبهم هو، عشان يدل سيطرة الظلم موجودة في الإيه في السابع. ودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة. الله، دي الآية نزلت إيه؟ أكيد أنتم بتاخدوا المواد عشان تخافوا على أرحامكم وأولادكم. قال الأرحام والأولاد اللي أنتم هتودوهم عشان خاطرهم دول مش هينفعوكم يوم القيامة، ويوم القيامة هيفصل بينكم، دول يروحوا النار ودول يروحوا الجنة، ويوم القيامة دول هم اللي هيجي يقول لك يوم يفر المرء من إيه؟ الله. وفصيلت إلى أفئلة قوله وفصيلت التي تؤويه لا يجزي والد عن ولد. اوعى تتخذ الكافرين أعداء الله أولياء عشان إيه يحفظوا. كأنها نزلت في مناسبة. ما هذه المناسبة؟ هي مناسبة حاطب ابن بلتعة. كانت هناك مولاه عبدة يعني اسمها سارة، وكانت مولى لابن عمر ابن صفي بن هاشم. فلما انهزم المشركون في بدر كانت هي ترقص وتغني في الافراح وتندب في الميات، لكن بعد غزوة بدر نفسهم بقى ايه نفلت ولا عادوا يعملوا. فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة. فلما ذهبت إليه وقابلته قال أمسلمة أنت؟ قالت لا. أمهاجرة أنت؟ قالت لا. قال فما جاء بك؟ لأن كان فيه معاهدة، المعاهدة اللي إن جاء حد من الكفار المسلمين يردهم، وإن جاء حد من المسلمين الكفار ما يردهمش، شروط البال قوي. اللهم الجماد الذي جاء بك؟ قال كانوا الصحبة والأهل والموالي، فلما جاءت موقعة بدر زال كل ذلك، وقد أصبحت أنا في حاجة إلى أن أكسى وأطعم وأحمل. فقال لها وما الذي ترك لما تركك هؤلاء الشبان اللي كانوا يعني بيها؟ قالت لأن ذلة بدر كبتت نفوسهم فلم يعودوا في حاجة إلى شيء، وأنا يعني اتعطلت خلاص ما عادش صليت نفسي. فجاء إلى بني عبد المطلب وقال لهم اكسوها واحملوها وزودوها واجعلوها تنصرف. فلما جاءت لتنصرف إلى مكة جاء حاطب ابن إيه بلتعة وجاب 10,000 دينار وجاب رداء وراح لها ادالها الرداء هديه وادالها الايه العشره وقال لها احملي رساله مني الى قريش. والرساله دي من حاطب بن ابي بلتعه الى قريش. ان رسول الله صلى الله بس خدوا منكم العباره عشان هنفتش منها كثير. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم فاحذروا. لما كان بيخطط لفتح مكة وعايزها تفضل سر عشان لو عملها علني هيستعد وتبقى حرب، يمكن لما يبقى سر يدخل كده تنتهي المسألة. فجاءوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم فاحذروا. دي وصلها له. فأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فاستدعى عليا وعمارا وعمرا وطلحة والزبير وأبو المرسد والعلوي، كانوا فرسان، قال لهم الحقوا بمكان يسمى روضة قاخ، عين المكان، فستجدون ضعينة معها كتاب إلى قريش. فلما ذهبوا سألوها فأقسمت ما عندش كتب، ففتشوا متاعها فما وجدوش كتاب،
فأحبوا أن ينصرفوا. قال علي كرم الله وجهه: والله ما كذبنا ولا كذب رسول الله ولا كذب الوحي على رسول الله. يبقى لازم استل السيف، ولا إما أن تخرج الكتاب وإما وضعته على بس. فجت على عكس الشراء عند الضفيرة دي وطلعت الايه الكتاب، ايه مش عارف وجد الكتاب الحافظ بن ابي بلتاع الى قريش، ورجعوا الى رسول الله. فاستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا وقال له: لماذا فعلت ذلك؟ قال: يا رسول الله، اني امرئ لصق بمكه، يعني ماليش اهل ماليش عصبيه ولي اهلي وقرايب وبتاع، فأردت أن أتخذ عند قريش يدا عشان يرحموا الجماعة اللي عندهم دول، وأعلم أن ذلك لا يضرك من الله بشيء، وأنك منصور منصور منصور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت. قال عمر: لا يا رسول الله، دعني أضرب عنقا. فقال يا عمر: والله ما تدري أن الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إيه؟ تبقى الحكايه دي يبقى يا راضي من قبل تعالى ولا الاعداء عشان ايه؟ عشان اهل. فقال له: اهنت اللي عملت كده اهو، الله سيفصله بينكم يوم القيامه ويبقوا اعدائكم، ولذلك يجب ان كنت تحتاطوا ولا تجملوش خصوم محمد صلى الله عليه وسلم، لان كنت اللي كنت هتعملوه ده مش هيفيد، ان هيفشل بينكم ربنا.